مرحبا. شعر خفيف وشعر بفراغات وشعر يساقط، هذا علاجه. هذا علاجه عن تجربة الناس اللي جربوه، من ضمنهم ناس من عندنا وبينا، من ضمنهم ناس بالبيت، من ضمنهم ناس هنا جيران. هذا علاجه. زيت الخروع الأسود أو زيت الجامايكي الأمريكي، هذا علاجه. أكو بالسوق العادي مالته ب10 وب15، إحنا موجود عندنا الأصل الأمريكي سعره ب25، راح أعبي من عدة تعبئة. اكو ناس ما تتمكن تشتري ب25، يقول لك انا ما عندي. ثاني شيء هو كل 4 ايام يستعمل مره 4 ساعات على الشعر، لو كل 5 ايام مره 5 ساعات على الشعر، فاني ما احتاج هاي الكميه كلها وما عندي هذا المبلغ. راح اعبي، ليش تعبيه؟ بس خلينا نشوف ايش قد يعبي، هو ايش كمل؟ ما ادري. يعني هسه هاي خلينا نحسبها 50 مل، راح اعبي من عنده 50، لان هو يمكن يترس 3 50 لو 4. هذا فشي مجرب، الله شاهد ورقيب، فشي مجرب. واذا اخذت الشامب مالته وياه فشي محترم. اذا ما تمكنين تشترينها كلها ب25 راح نسويها تعبئة. هي تعبئة 150 مل، يعني اذا هو ب25 بيش نحسبها هاي؟ إذا بسبعة، هاي إذا بسبعة يصير 21 ألف، إذا بثمانية يصير ب23 ألف، يعني نقدر نحسبها بثمانية. بس هي مو 50 مل، هاي 75، هاي مو 50 مل، هاي 100 مل لهنا، 100 مل لهنا مو للقبق، لهنا 100 مل، ال50 مل هنا هي 75 مل. فراح نبيعه تعبئة، راح نبيعه تجزئة للناس اللي ما عندهم وما يتمكنون يشتروا. وأول 75 مل أنا راح أخذها للبيت لأن رادوه من عنده. 75 مل ب8000، زين؟ 75 مل ب8000، يا ما تاخذين هذا كله ب25 إذا عندك إمكانية الله يرزقك، بس العالم اللي ما عندهم ياخذون من هذا. 75 مل ب8000، هاي 75 مل ب8000، خذي لك إياه شامبو مال تساقط، يعني مثلا هذا موجود بكل مكان، موجود بكل مكان وسعره ب5000. ترى شو موجود بكل مكان سعره ب5000، وتاخذين هاي ب8 ب12000، يصير عندك روتين حلو مال التساقط، يشتغل عندك بحاله وحده. اكون ما عندك فقر دم، وكون ما عندك نقص ديتري، زين؟ ويعني مو مسويه دايت وما تاكلين وما تنامين و24 ساعه مشاكل وعرك وعمتك، ما راح يشتغل. بكون شويه الوضع الصحي جيد راح يشتغل عندك ثلاثه ب12000. بس هسه توصيل ماكو، ورا العيد ان شاء الله.